ينظفون البيت في أيام الجمعة، ينظفون البيت أو البيت الآن. لاحظ الفرق في أيام الجمعة الآن. كل جمعة ينظفون البيت، إذا هذا عمل روتين بيكون زمن حاضر ومضارع بسيط. الآن يعني في لحظة التكلم يكون عندنا مضارع وحاضر مستمر. من الذي ينظف؟ هم، إذا they. أيضا they، إذا هنا ضمير الفاعل. دعنا نبدأ بالفاعل. ينظف clean. الآن في لحظة تكلم الفعل مؤلف من ثلاث أجزاء. الفعل الرئيسي هو clean. عندنا الفعل قبل نستخدم فعل كون are، ونضيف الفعل الرئيسي ing. They are cleaning. إذا لاحظ مؤلف الفعل من ثلاث أجزاء، إذا من زمن حاضر ومستمر. إذا الزمن يعني وقت حدوث الفعل. البيت ال the بيت house. أيضا the house. أيام الجمعة في on. لاحظ Friday يوم الجمعة. Fridays أيام الجمعة. هنا الآن now. إذا الفرق بين هاتين الجملتين فقط now الآن، يعني زمان حدوث الفعل، هنا في أيام الجمعة. إذا كان عمل روتيني أو اعتيادي يكون عندنا حاضر بسيط، يعني الفعل مكون من جزء واحد. بينما إذا كان حدث يحدث الآن في لحظة التكلم يكون الفعل مكون من ثلاث أجزاء، فعل كون وفعل مضاف له ING. فعل كون يسمونه فعال كينونة أو من الفعل يكون.